من خلال هذا اللقاء وجهت دعوة لمعالي رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، وجهت دعوة لزيارة إيران مع ثلة من العلماء الأفاضل لكي يكون هناك حوارا عمليا بين علمائنا وعلماء الجزائر لبحث الأزمات التي نعاني منها. وأتصور أن العلماء لهم الدور الأكبر في هذا المجال، وسيكون لهذا اللقاء ثمرا جيدا بإذن الله.